يعني الكرد يعتبرون أن العرب السنة في العراق ومناطق العرب امتداد استراتيجي لإقليم كردستان، يعني ماكو هذا التخوف الكبير. يعني يمكن هذا التخوف أيضا زال كثير منا بعد أحداث حزيران 2014 لما العرب اجوا هنا. لا يعني اكو علاقه جيده يعني. نعم. الان يعني الكرد يعني صحيح قبل كان يعني في بعد 2003 في فتره يعني انه ما ظل ماكو شيء اسمه موقف شعبي معادي. صحيح. بين العرب والكرد لا اليوم. يعني بعدين الكرد يستفيدون من قوه سنيه وسط بينهم وبين الشيعة. نعم. يعني قوه السنه راح تقابل قوه الشيعه ونفوذ الشيعه في العراق، يعني هذا الكرد القياده الكرديه الاقليم يستفيد من. وبعدين كما قلت يعني اكو يعني عمق استراتيجي قوي وعلاقات جيده الان، علاقات توجه سياسي ايضا الان يتكلم عن وحده سنيه كرديه. صحيح. يعني القيادات السنيه البارزه والفريش اللي احتجنا دكتور. نعم. كلها تتوجه الى الاقليم و تبحث مع القيادات الكردية هذا وتأخذ برأي القيادات الكردية وتحترم هذا الرأي وتتفهم هذا الرأي. فلهذا أنا أقول مثلا أن القيادات السنية لن تشكل خطرا، القوى السنية لن تشكل خطر، يمكن تشكل خطر على جهة أخرى لكن على الكرد لا.